وباش ما نتكلموا بكل حقيقه وكل صدق، لازال عاجزين، البنيه التحتيه هشه، هادشي كلشي فقط على النظري، اما المستوى التطبيقي نامل خيرا مع سيدنا محمد السادس حفظه الله ورعاه، ونرجو الله تعالى خيرا ان شاء الله تعالى. انا كنشوف بان المغرب باقي عاجز على تنظيم مثل هاد التظاهرات ود سميتو. علاش علاش هناك شنو نقول لك، ما كاينش ملاعب كيف ما قال الاخ، البنيه التحتيه ما كايناش، بزاف التنظيم كتشوف التنظيم ما كاينش، بزاف الحوايج مازال خاص، مازال معطلين. بالنسبه للحظوظ ديال المغرب في تنظيم المونديال ديال 2026، الحمد لله هذه المره الملف قوي وغادي يكون في المستوى، لانه غيلعب لعب العامل الجغرافي والقرب من اوروبا واسيا وافريقيا كيحكم، والبنيه التحتيه عندنا تحسنات. انا ما نكروش بان امريكا والدول الاخرى احسن منا على البنيه التحتيه، ولكن حنا كنلعبوا على الجانب ديال السلم والامان والقرب الجغرافي هو اللي غادي يكون عامل حاسم، ولا استقطبنا الدول اللي كيدعمونا راه غادي نكونوا ان شاء الله حنا الفافوري. انا متفائل، انه هو راه بلا ما نقول لكم السياسه اثرت شويه على الشعب العربي والشعب العالمي من جهه ترام، الناس غيكونوا متفائلين مع المغرب او لا غيكونوا متفائلين مع المغرب، ونتمنوا ان شاء الله تادوك الدول الخليجيه مثل السعوديه، وهذا السعوديه بوحدها ترجع القرار ديالها وتعاون المغرب، والمغرب راه هو اللي غيكون ان شاء الله في التنظيم ان شاء الله. جو بونس كو بالنسبه للملف ديال 2026 كو المغرب عنده بزاف ديال الحضور انه يقدر ينظم المونديال، سورتو كو دابا صافي زعما اون فاكلوتوري لا سونتين ديال البدايه ديال المونديال من 1930 لدابا، دونك جو بونس كو سا سيغي دوماج انه ما يتنظمش افريقيا وانه يتنظم مره واحده في هاد لا ديسيني، دونك جو بونس كو المغرب عنده حضور انه ينظم. ونيفو ديال لي زانفراستركتور راه تبارك الله حنا غادي مزيان افيك لي 16، ان شاء الله جو بونس كو لي 12 اللي غتقدر تختار الفيفا من دوك لي 16 اللي قدم المغرب، راه جو بونس كو كاينين دي تيغان اللي هما في المستوى، دي ستاد اللي هما في المستوى اللي يقدروا ينافسوا الملف الامريكي.